بسم الله الرحمن الرحيم. هل تعلم أخي الحبيب أن الصبر على البلاء هو من أفضل أنواع العبادات وأكثرها أجرا؟ لماذا؟ لأن الهدف من هذه الدنيا، الهدف من وجودك في هذه الدنيا أن تبتلى. الله عز وجل يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن البلاء هو هدف هذه الحياة. فالبلاء أخي الحبيب يمكن أن ينقلب إلى لذة وحلاوة إذا علمت هذه المعلومة التي أعطانا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، معلومة عظيمة جدا تجعل كل مبتلى مسرورا، تجعله يرضى ببلائه بل يحمد الله عليه. هل تعلم أخي الحبيب أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه؟ إذن لا تظن أن أصحاب المليارات يحظون بمحبة الله، لا، المبتلى هو من يحظى بمحبة الله ورضوانه سبحانه وتعالى. النبي أكد في كثير من الأحاديث أن الله إذا أراد أن يكتب للعبد منزلة عظيمة جدا، منزلة عالية عنده، فيبتليه بما يكره ليبلغه هذه المنزلة. إنسان يكره الظلم، تجد أنه يبتلى بإنسان ظالم يظلمه فيصبر ويحمد الله. فالقضية أخي الحبيب تحتاج فقط إلى تغيير نظرة، أن تغير نظرتك للبلاء، بدلا من أن تقول لماذا يبتليني الله، ما هو الذنب الذي قمت به لأبتلى، لماذا فلان رزقه واسع ورزقي ضيق، لماذا ابتلاني الله بهذا المرض، لماذا ابتلاني بهذه الكارثة، لماذا ابتلاني بهذا النقص، أو لماذا ابتلاني بفقد إنسان عزيز علي، ما الذي فعلته؟ بدلا من أن تقول ذلك قل إن الله يحبني لذلك ابتلاني، إن الله يريدني أن أدعوه وأتقرب منه لذلك ابتلاني، إن الله عز وجل يريد لي الخير وأراد أن يكتب لي منزلة عالية عنده فابتلاني. سأصبر على هذا البلاء ما دام الله راضيا عني، سوف أتحمل المعاناة والظلم والضيق والنقص ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، سأتحمل كل شيء ابتغاء وجه الله، لأنه هو القائل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. سأتحمل وسأرضى بل سأكون مسرورا برحمة الله، لأن هذا البلاء هو رحمة من الله بي، لأن الله عز وجل يعلم أن الآخرة خير وأبقى، ويعلم أن هذه الدنيا زائلة، فهو يهيئني للقائه، هو يبتليني لأنه يحبني. انظر أخي الحبيب عندما تفكر بهذا الأسلوب، انظر ما الذي فعلته الآن، فقط غيرت نظرتك للأمور، فقط العملية تغيير نظرة لا أكثر ولا أقل، سوف ترتاح نفسيا، ستشعر بقيمة هذا البلاء، ستشعر بقيمتك عند الله، سيعطيك هذا مزيد من الطاقة، طاقة الصبر، يعطيك مزيد من قوة التحمل لمواجهة هذا البلاء، ويكون لديك ثقة كبيرة أنك ستنجح في هذا الاختبار إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على البلاء وأن نكون راضين بما ابتلانا به، إنه على كل شيء قدير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن الأمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.